الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحق المبين، الحمد لله الذي يحيي ويميت ويحشر الناس ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الناس، إننا نؤمن أن الله تبارك وتعالى خالق الكون ومدبره، وأنه سبحانه خالق الكائنات كلها، وأنه عز وجل خلق الجن والإنس ليفردوه بالعبادة فلا يشركوا به شيئا، ثم يميتهم جميعا، ثم يبعثهم ليوم لا ريب فيه ليحاسبهم جميعا، ثم يجازيهم على أعمالهم جميعا. إننا نؤمن بذلك اليوم العظيم الذي سماه الله تعالى بأسماء كثيرة ووصفه بأوصاف عديدة، ذلك لنزداد معرفة به ولنجتهد في الاستعداد له. ومن تلك الأوصاف التي جاءت في الذكر الحكيم أن الله تبارك وتعالى قال عن ذلك اليوم أنه خافضة رافعة، والمعنى والله أعلم أن الله عز وجل سيخفض في ذلك أقواماً في ذلك اليوم أقواماً إلى أسفل سافلين، وإن كانوا في الدنيا أعزاء، وأنه سيرفع آخرين إلى أعلى عليين وإلى النعيم المقيم وإن كانوا في الدنيا ضعفاء. ذلك لأن الحقائق الموافقة لبواطن الناس ستظهر في هذا اليوم، يوم تبلى السرائر، ويوم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبدو للقوي المتكبر الذي كان يتبختر ويفتخر بسلطانه وماله أن ذلك لا يغني عنه شيئا في ذلك اليوم، فسيقول عندئذ: ولا تحين مندم، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. مع أن ذلك الإنسان كان في دار الدنيا يشار إليه بالبنان، وكان يملك الدور والجنان، ولكن هيهات هيهات، كان تاركا لعبادة الرحمن مطيعا للشيطان، فكان عاقبته في الآخرة الوبال والخسران. وفي الوقت ذاته كان هناك أناس ضعفاء فقراء أذلاء، لا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم في هذه الدنيا، هم كما وصفهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لا ينبأ عنه، لا تنبؤ عنه أعين الناس، لا يؤبه له مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا بره. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، الحديث. فلا تغرنكم منازل الناس في الدنيا، فيوم القيامة سيعيد ترتيب منازلهم. أيها الناس، يقول الله عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال بعض المفسرين: وبالجملة، فإنها نزلت في كل كافر متع في الدنيا بالعافية والغنى وله في الآخرة النار، وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله في الآخرة الجنة. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن نوف البكالي أنه قال: انطلق رجل مؤمن ورجل كافر يصيدان السمك،
فجعل الكافر يلقي شبكته ويذكر آلهته فيجيء مدفق، ويلقي المؤمن ويذكر الله عز وجل فلا يجيء بشيء. فتعاود ذلك إلى مغيب الشمس، ثم إن المؤمن صاد سمكة فأخذها بيده فاضطربت فوقعت في الماء، فرجع المؤمن وليس معه شيء، ورجع الكافر وقد امتلأت سفينته. فأسف ملك المؤمن فقال: ربي، عبدك هذا المؤمن يدعوك وليس معه شيء، وعبدك الكافر رجع وقد امتلأت سفينته. فقال الله عز وجل لملك المؤمن: تعال فأراه مسكن المؤمن في الجنة. فقال: ما يضر عبد المؤمن ما أصابه بعد أن يصير إلى هذا. وأراه مسكن الكافر في النار فقال: هل يغني عنه شيء أصابه في الدنيا؟ قال الملك: لا والله يا رب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ الصبغة صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. فإياك يا عبد الله أن تكون ممن يحب العاجلة ويذر الآخرة، وممن يؤثر حياة الدنيا مع أن الآخرة خير وابقى. فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا تكونن من المغرورين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.